كم لبثتم في السجن؟ يسأل الرئيس بحزم ويتفقدهم سجينا سجينا. في السجن المركزي وفي ساعات الليل يدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجولة مفاجئة يتفقد أي سجين دخل السجن تحت أسباب تتعلق بالمشاركة في التظاهرات الأخيرة. شفنا متقلين جدا، صار يومين ثلاثة من المتظاهرين. زيارة ليلية تفقدية إلى سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى، زيارة وثقت بالكاميرا، لكن تفاصيل التقصي والبحث عن السجناء تكشف عن بداية صفحة جديدة تكتبها الحكومة بقلم تلبية المطالب والحقوق والوقوف مع الشعب الذي يبحث عن العدالة. من عندك أجدد واحد هنا؟ تعال. أول رئيس وزراء في السنوات الأخيرة يفعلها، يدخل إلى الزنازين ويقلب الكشوفات ويدقق الأسماء، يبحث عن أي شخص دخل قبيل ساعات أو أيام قليلة، يضبط عمل القوات الأمنية بالتعامل مع المتظاهرين. أكو واحد من المتظاهرين عندكم؟ مثل إيه؟ الرسالة المستوحاة تعني بصورة أو بأخرى أن رئيس الحكومة يمنح حق التظاهر والمطالبة بالحقوق، والرسالة الأشد جرأة ضبط القانون والتزام الأمن العراقي بحقوق المتظاهرين وحرية التعبير. الكاظمي فعلها سابقا في خطوة جريئة عندما قال إنه الشهيد الحي، وكانت زيارته لبيت الشهيد هشام الهاشمي صاحب الرأي والقلم الحر كانت بمثابة رسالة إلى العراقيين مفادها أن الحكومة عازمة على حقن دماء الباحثين عن حرية تعبير وعن أي تظاهرات تطالب بالمشروع. بارك إن شاء الله فيكم. هشام مو بس أخو صديق، كان أيقونة وطنية.